يعني اضراب عن الطعام، واخا حنا ما بغيناش يدخل في اضراب عن الطعام، وتنضموا صوتنا لصوت السي عبد الرحمن تنقولوا له انه يعدل على الاضراب عن الطعام، ولكن حنا شرطنا على انفسنا منذ البدايه ان اللي بغاه بالعيد غادي نديروه، فهمتي؟ حنا ما بغيناش يدخل في اضراب عن الطعام، وتنقول له من الان السي العربي الله يجازيك بخير توقف على هذا الاضراب عن الطعام، صحتك هي الاولى. القرار ديال الوقف على الاضراب ما نقدرش نفذو، لحقاش تلقيت وعود ووعود في وسط هاد الجيل اللي امام بهم. يعني اخي الا خديتي قرار احنا معك، لذلك انا يعني تنقترح للاخوان انه ابتداء من غدا حتى حنايا غادي نوقفوا هاد العشاء، حتى حنا ما نبقاوش نتعشى، غادي نجيو نديروا اللقاءات ديالنا ونمشيو بحالنا. العربي ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح. سنس الموعد يعني بعد صلاة العشاء هنايا في وسط الخيمة، وتضامنا كذلك مع السي يعني تضامنا مع السي العربي بالعيد مرة أخرى، تنقولها ابتداء من غدا ما كاين لا ماكلة ما كاين لا يتاي، حتى الموسيقى والأغاني ما نبقاوش نطلقوهم، غنطلقو غير القرآن. حنا في حالة حزن حتى ترفع علينا هاد الظلم هذا، ونتمناو غدا إن شاء الله يعني الإخوان يعني انتما هما الاعلام ديالنا وانتما هما الصوت ديالنا، فالاخوان كل واحد في السوق ديالو يحاول يدير تهبئة للحضور اللقاء ديال غدا ان شاء الله، من اجل المتابعه والاطلاع على المستجدات، وفي نفس الوقت يعني التضامن مع السي العربي، والوقفه كذلك ديال الدور كما كاين، يعني اللي غادي يصلي مثلا في خبز السوق ولا تيصلي في بري ما يجي يصلي هنايا الظهر، يصلي هنا معنا الظهر، تندير واحد القسمين ولا ربع ساعه، يعني تنجددوا العهد ديال التضامن ديالنا مع السي العرب وتمشيو بحالنا، قسمين تنديروا 5 دقائق 10 دقائق وتمشيو بحالنا، والليل كذلك يعني تيكون محطه للتقييم والمتابعه والاطلاع على المستجدات، وممكن يعني تناقشوا حتى الخطوات اللي ممكن نديروها مستقبلا، فنجددوا دعمنا وتضامننا مع السي العربي بالعيد. وتحية نضالية مجددا، والسلام عليكم ورحمة الله.